نعني للفارس والفرس كالميزان. عندك شريف طيب. والله من الله، والله من الله، قال يا مولات جيك عند الله، يعني كنا بالله بالله باقي من بعده. يقول لك وان يكون الفرط، طبعا كان على موضوع العنه، ما يقول لك والله تكمل الخفه والثقل، ولا تكون طريف يعني مناسب لفم الحصان، لكن خلينا لكم تجيب. فكنت تكلمت عن موضوع الوزن هذه، يقول لك وان يكون الفرس يعلك لجامه فيستطيبه احسن من ان يخاف فيشد به. يعلق يمضغ كنت اقول لك الحصان، يقول ها 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 تراها ميزه، يعني كان ميزه خايف منها وهايبه عيب. يربطون الحصان تربيط ويكون ما فك فمه، ربطه باربع اخبار. وتكلم عن قصر عنام، قد تكلمت عنه طبعا، قصر عنام في المعركه، قصر عنام في المعركه عشان ما يدخل فيه الرمح، ويدخل ما يدخل فيه. وهذا حجه على موضوع ان العرب يركبون بعنان ومسكر من الجهتين، ما يركبون زي بعنان الامريكي اللي مفصول من الجهتين طويل اللي هيك بالارض، من ذاك راكب بقره يربطها عند البار يدخل، بينما هذا راكب صار عربي. المعركه يكون عنان قصير، تكلم عن قصر عنام في المعركه، يقول ركب عنان قصير الحرب. اين طول مشغة الفارس بحيرة الفرس؟ فإذا لا تدق، شوف تزيد. فإذا أتقن ذلك كله، أتقن، فإذا أتقن أتقن، فأنا بعد نفسي تركب بدون سج، حركب سج، ركب بدون سج وطحت، صار إيجار صح؟ صار دوار مرة عادي قبل 20 سنة. شو يقول لك؟ وش يقول لك؟ يقول لك فإذا أتقن ذلك كله، كل الأشياء اللي يتكلم فيها، إذا أتقنها كلها بدون سج، وتعود على ركوب العرب، وصار له ذلك كالطبع، فقد ملك الركوب أصله وجاز جله، فلينتقل او ينقل نفسه بعد الى السرج بعون الله تعالى. ذاك عمي وخالي. ثم تكلم عن موضوع السرج، تسوي السرج طبعا ركوب السرج، ثم شرح طبعا نقاط كثيره في موضوع ركوب السرج. فمستحب ان يتخير سرجا متسعا ليتقلب فيه كيف شاء. وهذا حجة أن السرج العربي أقرب للسرج الغربي الحالي، والسرج اللي في تونس والجزائر حاليا من السرج اللي يسمونه عربي اللي هو البودشتاش هذا الأزرق، وأقرب للسرج الغربي من السرج الأوروبي حق القفص، وهذا واقع عربي يتكلمون فيه. يقول لك يتحير سرجا متسعا ليتقلب فيه كيف يشاء. سدح بطل في الكنبة حتى اللي كان يبقى، لا سيما لمن أراد التعلم. وليكن وثيق الخشب واسع المجلس لاطئ القربوس والمؤخرة كبير القربوس وكبير المؤخرة. ثم تكلم عن موضوع الأشهر والحزام، الحزام والأشياء هذه، وحزامان خيرا من حزام واحد. وأنا بتكلم من كتاب الظاهر بخلص بكرة، في أشياء كثيرة طبعا. الكتاب 10 أجزاء، الأشياء بس محددة، أنا محددها طبعا، الكتاب كله محدد أنا عندي، بس أنا يعني هذه أشياء محددها كنت أخذها يعني كحجج من نوع معينة. فقلت كويس ألقاها وأحط فيها مقطع فيديو. وإحسان الركوب بالفروسية إنما هو بحسن القعود والثبات وتعديل العنان واستواء الغمز واستعمال الموضوع بمقدار حيث يحتاج إليه. نتكلم عن موضوع الظهر والصدر والأمور هذه. يقول لك وليس بالفارس أقبح من تأخير رجليه لما يركب الحصان، حتى الناس يأخر جوله لما يحاول يثبتون نفسهم عن طريق انهم يتشعبطون بالحصان، من أقبح العادات عند العرب. تشوفوا في المسلسلات حقتنا ضم رجوله عشان تقطع الحصان، وراك حمار تصمت تقول تصمت على حمار، لاحظ اللي عشان يثبت نفسه. مرات زي ما قلت لك الحصان لما يضم نفسه ممكن يضم نفسه طبيعي، بس انك تضم نفسك عشان تثبت نفسك طبعا طبيعي نسويها في البدايه، لكن من اقبح الاشياء. بعض الناس يقول طبيعي، طبيعي خطا يعني المفروض تحسن مع الوقت يتحسن.
وأصل الركوب التمكن وبسط الفخذين وتطويلهما واللزوم بهما وإرخاؤهما على السرج. أركب للطريقة أقرب للطريقة الأمريكية من الطريقة الأوروبية، أنك تمد رجولك والأصابع طالعة كعب نازل. حج عن الركوب العربي من عمرك. هذا بعد كليت كم على السرج، يعني كنت عرضكم السرج. وجل الفرسان يرون أن حسن الركوب على الفخذين والاعتماد على الكعبين. ما مثب الناس بساقك. وبه يكون الراكب كالقائم كنوالف، يعني التحمل زي وضعية التحمل. لاحظ من نفسهم فهموها أن أصلا راح يتحمل قص الركبة تعود ركبته. الناس طولها أقرب للركوب العربي. وكذلك الأمريكي يركب 13 ساعة 12 ساعة مع البقر طول ركبة. يعني راكب دقيقتين مكان مغلق صار بقرة وضع يختلف. لما تكلم عن موضوع الركوب مع الرديف، لما تكلم أتوقع عن موضوع وقت أخرى، بس إنه هذا أنا محدد طبعا. الواحد يقدر يرجع كتابه طبعا جيد، يكتب كثير عن الخيل طبعا مشهورة، بس أنا ليش الكتاب اللي عجبني أن تكلم في باب كامل عن الركوب بشكل واضح. في طبعا كتب غيرها بس يعني هذا من الكتب المشهورة معروفة، إن في نظري هم يتكلمون عن أشياء معينة ما يرون بعد مثلا بعد قرن أو مثلا بعد ألف سنة في ناس بيركبون خطأ، فبيشرح لهم ركوبه. اتوقع الناس بيستمرون هذا كله كذا، فما مهتم في بعض النقاط. كل الناس بتركب معك بحط ما يدري والله بيقدر يخترع سيارات وفي ناس بيحتاجون ركوبة. فمن ميزتنا يعني فصل الأبواب وتكلم عن ال رتبها وتكلم عن الركوب وتكلم عن الرمي وتكلم عن القسي والرماح والأمور هاي بشكل واضح. حجج لا تقبل النقاش أبدا. أنا بالصواب وأنا تقبل النقاش، بس إنه هو قد ينقل رأي العرب. قصدي لا تقبل النقاش، ترى إنك حسنت رأيك، ترى إنك طورت سلك نفسك، ترى إنه أجمل سلك عمرك، ترى إنه أحسن كيفك، ترى إنه عربي أكثر معصب، ترى إن هذه الصفات العربية أثبت لك إنك خلط. كلامي واضح. أنا أكلمك عن الأصل. أنا من نهاية أصل فرصة بحياتي المصري. كثير من الخيل المصرية ركبتها وبرش ركبتها أحسن من الجزيرية. كثير من الخيل الإنتاج ركبتها أحسن من العربية كلها. أنا يعني ضد الفكرة دي أصلاً، ما ينتخب الجزيرية، ما ينتخب مصرية، ينتخب بلش، بس كان على الواقع، ما تغير الواقع. أهل الجزيرة يبغون يغيرون التاريخ لمصلحتهم، وأهل المصري يبغون يغيرون التاريخ لمصلحتهم، وأهل الثربدي يبغون يغيرون التاريخ لمصلحتهم، وأهل البوليس يبغون يغيرون التاريخ لمصلحتهم، وبالك كيف. الواقع الواقع. أي حصان عربي غير الجزيري في عروبته نظر، زي البشر. العربي حقيقي الجزيري، غير كذا عروبته في نظر، ممكن يكون عربي، ممكن يكون لا، في مجال الشك. بشكل عام يوسف نعم تكلم بشكل عام، هذا واقع. زي ما تقول اي افريقي برا افريقيا في افريقيته نظر، اي اوروبي غير ايطالي مثلا او الالمان فرضا او اليونانيين او الاغريق في اوروبيته نظر. واقع لا من النقاش. ايش ما تطبق على الخيل؟ لا مو على كيفك، مع الخيل ادق من البشر اصلا. الخيل فيها فعل مجرد كلام. يلا هذا رايي في النقطه هذه الواقعيه، والله اعلم بالصواب.